بسم الله الرحمن الرحيم. استضفنا اليوم اجتماع مشترك بين إدارة الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا وسعادة الدكتور حسين أبو الرز رئيس اللجنة البارالمبية الأردنية ورئيس اللجنة التنفيذية لدورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الثانية عمان 2019، واطلعنا منه على أبرز التحضيرات التنظيمية والفنية واللوجستية التي قامت بها اللجنة المنظمة لإنجاح عمل الدورة، والتي يتوقع أن تكون من أكبر وأهم الأحداث الرياضية التنظيمية على مستوى المنطقة وعلى مستوى اللجان البارالمبية الوطنية، حيث سيشارك في هذه الدورة أكثر من 700 رياضي ورياضية يمثلون 12 دولة من دول منطقة غرب آسيا، ويشاركون في 7 رياضات بارالمبية وتنافسون على عدد كبير من الميداليات الملونة. نحن اليوم قطعنا شوط كبير نحو نجاح دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الثانية، وقد قام الدكتور حسين اليوم بطمأنتنا تماما على النجاح المسبق لجميع التحضيرات القائمة. نتمنى للجميع التوفيق والنجاح، ونلقاكم في عمان شهر سبتمبر القادم بإذن الله.